الرياضي لبلدية القنطرة. تشهد اليوم ولاية تبسة المرحلة الثانية من كأس الجمهورية في صنف الأشبال التي تعرف مشاركة حوالي 85 إلى 70 دراج، يعني راح ينطلقوا من 140 دراج يعني اللي هونكاجي، عندنا حوالي 17 ولاية. نظن كل الظروف ملائمة وجيدة يعني لإقامة هذه المرحلة. اليوم في تبسة راه عرس تاع الدراجة بامتياز، بعد ما كان عرس في ولاية بسكرة اليوم راه عرس في ولاية تبسة. المرحلة الثالثة راح تكون في ولاية سيدي عباس، المرحلة الرابعة راح تكون في ولاية وهرن بعد شهر رمضان. الحمد لله على التنظيم، راهو على